قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القمة العربية التي عقدت بعد غياب طال أعواما يحمل معه دلالة سياسية مهمة تعكس التصميم على تطوير العلاقات العربية والتصدي للتحديات المشتركة. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية 31 بالجزائر، أوضح أن انعقاد القمة العربية هو في حد ذاته يمثل دعوة لتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن حقوق الشعوب العربية وصون مقدراتها. يلتئم هذا الجمع الكريم بعد غياب طال أعواما ليحمل معه دلالة سياسية مهمة تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أوطاننا. ولعل انعقاد قمتنا العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها. وما أحوجنا اليوم في ظل تتابع الأزمات العالمية والإقليمية إلى استذكار محطات التعاون المضيئة في تاريخنا التي تجسدت فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل، وبما يعيد الحقوق لأصحابها ويحفظ الاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة.